تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. ثورة أو لا ثورة؟ 10 أسئلة حول إيران 2018. السؤال الأول: ما الذي جرى في إيران؟ كلنا تابعنا من يوم 28 ديسمبر والأيام التالية أن في مظاهرات وأحداث وحركات احتجاجية في إيران. فما الذي جرى في إيران؟ اتكلمنا امبارح عن مجمل ما جرى، نوجزه مرة أخرى في صلاة الجمعة أو في خطبة الجمعة في الجامع الكبير في أصفهان. إمام المسجد دعا الناس للخروج للتظاهر احتجاجا على ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة والفساد المالي في إيران. خرجوا الناس، شوية بقت مدينتين، ثلاثة، أربع مدن، وصلوا إلى قرابة 90 مدينة وبلدة شاركوا في المظاهرات. البعض توقع أن دي بداية لإنهاء وإسقاط النظام، وفعلا هم بدأوا بيتكلموا عن الغلاء وعن المعيشة وعن الاقتصاد، انتهوا بيتكلموا عن السياسة وعن الفكر وعن نظام ولاية الفقيه، وإنه ينبغي إسقاط المرشد وإسقاط دولة الثورة الإسلامية في إيران. إنما ده ما حصلش، لأنه الجمعة التالية قالوا جمعة الغضب، إنما النظام كان جهز عشرات الآلاف من أنصاره اللي هم خرجوا لإسقاط الطرف الآخر ولدعم النظام الإيراني. يبقى إذن كان في سياق بيقول إن الجمعة الأولانية جمعة الغضب الأولى، وبعدين جمعة الغضب الثانية، وبعدين جمعة الغضب التالية هي الثالثة، وهكذا. والبعض قال ثورة 28 ديسمبر 2017، إنما السياق اللي حصل إن أنصار النظام كتير جدا نزلوا لدعم النظام، ولم تحدث جمعة الغضب الثانية رغم استمرار المظاهرات والاحتجاجات في بلدات ومدن عديدة في إيران. هنا بقى بننتبه لفرق رئيسي جدا بين اللي حصل في مصر في 25 يناير وبين اللي بيحصل في إيران. الرئيس الأسبق حسني مبارك ما كانش عنده أنصار إيديولوجيين، الحزب الوطني ما كانش حزب إيديولوجي، بحيث أن عشرات الآلاف أو مئات الآلاف يخرجوا لدعم النظام ويستميتوا من أجل النظام. الأمر الثاني أن الدولة المصرية ومؤسساتها كلها، مؤسسات الشعب والدولة، عشان كده انحازت فيما بعد للثورة. إنما النظام الإيديولوجي زي إيران بينزل ناس كتيرة جدا من المؤمنين بإيديولوجيا النظام، اللي مستعدين يموتوا من أجل بقاء النظام، اللي لهم مصالح فكرية أو مصالح مادية مع النظام. كمان مؤسسات الدولة هي تابعة تماما للنظام، لأنها مؤسسات إيديولوجية وليست مؤسسات وطنية. فاللي حصل في إيران إن كان سهل جدا يخرج عشرات الآلاف من الناس المؤيدين للنظام، وإن تتراجع هذه الاحتجاجات وهذه المظاهرات ولم تنجح جمعة الغضب الثانية. هذا موجز ما جرى في إيران فيما سميت بداية ثورة 28 ديسمبر، لكنها انتهت على مجموعة مظاهرات ومظاهرات مضادة أقوى من المظاهرات الأولى. أين الأمم المتحدة والقوى الكبرى مما يجري في إيران؟ قلنا إن مجلس الأمن ناقش موضوع إيران. الرئيس ترامب، نائب رئيس مايك بنس، قالوا إن لابد إن احنا نسقط النظام في إيران ونقف مع المتظاهرين أو الثوار حتى نهاية المشوار. روسيا قالت مش معقول مجلس الأمن يناقش مظاهرات جوه دولة، ده تدخل في الشؤون الداخلية، ومش كل ما نلاقي بقى مظاهرات في بلد هنلاقي نفسنا بنناقش مجلس الأمن المظاهرات اللي جوه هذه الدولة. وروسيا وبخت أمريكا على استغلالها لمجلس الأمن من أجل التدخل في شؤون الدول حسب التعبير الروسي. إيران قالت طيب كان في قبل كده وول ستريت ومظاهرات واحتجاجات في أمريكا وأحداث في ولايات أمريكية متعددة، ليه مجلس الأمن ما ناقش القمع اللي حصل لمظاهرات وول ستريت في أمريكا وإن ده كيل بمكيالين؟ ليناقشوا مظاهرات إيران وما يناقشوش مظاهرات أمريكا؟ موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي كان متوقع للي عارفين كويس جدا إن في مصالح ضخمة بين أوروبا وإيران.
الرئيس ماكرون تفاهم بقوة مع الرئيس بوتين، وفرنسا وروسيا تفاهموا في إطار الأمم المتحدة، والاتنين شايفين أن لابد من إبقاء الاتفاق النووي مع إيران وعدم إسقاط النظام وأي كلام يكون مع الحكومة الشرعية في إيران. يبقى إذن مجلس الأمن ناقش، أمريكا أيدت إسقاط النظام، وده أثر سلبا على شعبية المتظاهرين لأن النظام أظهرهم كأنهم عملاء لأمريكا. روسيا قالت مش مقبول النقاش والتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. الفرنساويين تفاهموا مع الروس لأن لهم رغبة في إبقاء الاتفاق النووي وأيدوا النظام. بقية العالم كان بيتابع بدون ما ياخد مواقف حادة أو واضحة من الأمر الذي يجري في إيران. هل هي ثورة فكرية؟ في تقديري هي ثورة فكرية، ما هيش ثورة اقتصادية كبيرة ولا ثورة سياسية كبيرة، هي مظاهرات واحتجاجات لها أسباب منطقية ولها أسباب بدعم قوى أخرى داخلية وخارجية زي أي أحداث داخلية في أي بلد في العالم. إنما الأهم إنها ثورة ثقافية أو ثورة فكرية. الشعب الإيراني عنده تاريخ عريق وعنده حضارة كبيرة من آلاف السنين، والشعب الإيراني شايف إن الوضع اللي بقى فيه ده لا يناسب الدولة الإيرانية. بقى شعب منبوذ، ممنوع من دخول أمريكا، مكروه في بعض الدول العربية والإسلامية نتيجة السياسات الخارجية الإيرانية، رغم إن الشعب الإيراني من أروع الشعوب في العالم الإسلامي، وإن مفيش حد إطلاقا يقدر ياخد موقف من هذا الشعب الإيراني الشقيق، إنما الغضب على سياسات النظام الإيراني. فالشعب بدأ يشعر إن النظام بقى عبء على الشعب وبقى خطر على الشعب، ودلوقتي بقى ممنوعين من دخول أمريكا وأكتر من دولة عربية غاضبة على كل ما هو إيراني نتيجة السياسة الخارجية الإيرانية. الثورة الفكرية مرت بمرحلة أولى 2009 2009 المرحلة الأولى هي مظاهرات الحركة الخضراء في إيران. المظاهرات ديت اللي حصلت 2009 تم قمعها، إنما هذه المظاهرات كانت جزء أولي من الثورة الفكرية، لأنه في خيارين، أحمدي نجاد والمحافظين والطرف الثاني الإصلاحيين اللي على رأسهم تاريخيا خاتمي ثم موسوي. يا إما أنت مع المحافظين يا إما مع الإصلاحيين، لكن أنت من جوه النظام مفيش حاجة من بره النظام، تختار الطرف ده أو تختار الطرف ده. 2009 تم الاختيار، وناس كتيرة جدا خرجت تؤيد الإصلاحيين في مواجهة المحافظين، وبعد كده فشل وتم قمعهم. 28 ديسمبر 2017 وما جرى لاحقا في 2018 إن الشعب خاض الجزء الثاني من الثورة الفكرية اللي هو بقى ولا إصلاحيين ولا محافظين، ولا عايزين دول ولا عايزين دول، عايزين إسقاط النظام بكامله. البعض بيقول إسقاط النظام وإقامة جمهورية مدنية، البعض بيقول إسقاط النظام والعودة إلى الملكية وتولي ابن الشاه، البعض بيقول إسقاط النظام بعدين نفكر إيه اللي ممكن يحصل بعد كده. إنما الموضوع ده مش بس غضب اجتماعي، إنما غضب فكري على دولة عندها حضارة وعندها ثقافة وعندها تاريخ بقت بهذا الوضع اللي منبوذة فيه من دول كتيرة من العالم، والنظام بقى عبء كبير على الشعب. إذن هي ثورة فكرية بدأت بقوة 2009 تتواصل بقوة أيضا 2018، حتى لو تم قمع المظاهرات سياسيا، حتى لو تم إرضاء المتظاهرين اقتصاديا، من الصعب أنك ترمم التشققات الفكرية التي وقعت في النسيج الفكري الإيراني. هل يمكن أن تكون إيران سوريا أخرى؟ في الواقع وأغلب الإجابة لا. إيران دولة قوية فيها جيش قوي وفيها نظام قوي ممسك بالأمور بشكل كبير جدا، ومر باختبارات تحديات عديدة من 79 وإلى الآن. مش سهل أن إيران تسقط كما حدث في سوريا في السنوات التي واجهتها الدولة السورية. إنما دلوقتي في محاولات لتأجيج وضع داخلي قومي. احنا عارفين إيران نصها فرس تقريبا،
وربعها آزريين، والربع الباقي ما بين عرب وأكراد وبلوش وما إلى ذلك. بس الثلاث أرباع النص فرس والربع آزريين وربع آخرين. البعض بيتكلم عن إن العرب في الأهواز عندهم غضب شديد جدا، إن الترك الآزريين هم أصلا من القومية التركية الواسعة، بقوا هم كمان في تبريز عاصمة محافظة أذربيجان بيخرجوا بقوة واحتلوا بعض المؤسسات الحكومية، مظاهرات ليلية ونهارية في تبريز. محافظات كتيرة، أصفهان، محافظة قزوين، كل هذه المحافظات بقى فيها مشاكل كتيرة جدا. محافظة خراسان وكذلك طهران نفسها وأصفهان ومناطق أخرى في إيران. فممكن يحصل درجة من الارتباك الجغرافي، ودرجة من الاحتكاك القومي، ودرجة من الصدام سواء أكراد أزريين أو فرس، ودرجة من الاحتكاك أيضا بين المسلمين السنة والمسلمين الشيعة، لأن في أقلية سنية كبيرة موجودة في إيران. البعض بيتكلم عن ده كله، إن ممكن إيران يجري تقسيمها، ممكن تنهار كمجتمع نتيجة صراع قوميات أو صراع مذاهب. في هذه الحالة ممكن تكون سوريا أخرى. الأرجح إن إيران لن تكون سوريا أخرى بسهولة، وإن إيران دولة فيها نظام قوي يمسك بالأمور بشدة. والأمر الثاني إنه الشعب الإيراني يريد إسقاط النظام لكنه لا يريد إسقاط الدولة، ودرجة الوعي مرتفعة في إيران. لكن إذا حصل تأجيج ضخم للمشاعر القومية والمشاعر المذهبية، وحصل هذا بقى الصدام بين الآزريين الأتراك وبين الفرس وبين العرب وبين الأكراد وبين البلوش وبين السنة وبين الشيعة، في هذه الحالة يمكن أن تكون إيران على شفا أو عند حافة الهاوية. لكن تبدو الأمور إلى الآن وحتى اللحظة في وضع متماسك. هل هي مؤامرة من المتشددين ضد الرئيس روحاني؟ البعض بدأ يقول هي مؤامرة داخلية، وإن الهدف منها مش إسقاط المرشد وإنما إسقاط الرئيس روحاني، لأن هو عمل وضع اقتصادي كويس، ولأن الناس مؤمنة بيه أكتر، والناس بقوا ضد المحافظين والمتطرفين، وبالتالي المتطرفين دول هم اللي بيغذوا المظاهرات من أجل إسقاط الرئيس روحاني أو إجراء انتخابات يتم فيها الإطاحة بالرئيس روحاني، أو لأنه فشل في إدارة البلاد يتم إقصاؤه من السلطة. إنما طبعا نظرية المؤامرة هذه إنها مؤامرة داخلية مش خارجية، وإنها صراع أجنحة داخل النظام، وإن جناح موالي مرشد بيحاول يطيح بالرئيس روحاني، لا تزال هذه النظرية غير علمية حتى الآن. أين موقع داعش من الإعراب في إيران؟ هل داعش موجودة في جملة مفيدة فيما يجري في إيران؟ إيران حطتها في جملة مفيدة، وإيران قالت إن داعش موجودة وداعش بتغذي هذه الأحداث، واتهمت أمريكا أنها تدعم داعش في إيران كما دعمت داعش من قبل في سوريا والعراق. البعض بيقول مستحيل تكون داعش وراء ذلك، بل إن داعش ربما يكون هي لها صلات أصلا كالقاعدة بإيران، وبالتالي هذه منطقة غامضة. لكن أغلب المحللين في العالم لم يتحدثوا عن وجود أي دليل على أن داعش وراء ما يجري في إيران. السؤال السابع، ماذا يريد الآذريون في إيران؟ قلت لحضراتكم الآذريين اللي هم أتراك، وهم جنب جمهورية أذربيجان، وأذربيجان رغم أنها دولة أغلبية شيعية إلا أنها دولة مدنية وقريبة جدا من الأتراك في التعامل أكثر من إيران، إلا أنه 25% من السكان اللي هم الآذريين عندهم بعض المطالب، منها اللغة. هم عايزين تبقى اللغة التركية وليس الفارسية، أو اللغة الآذرية اللي لها أصول تركية وليس اللغة الفارسية هي اللي موجودة عند هذه الأقلية. الأمر الثاني، في بحيرة اسمها أرومية، هذه البحيرة بدأت تجف نتيجة أوضاع بيئية صعبة جدا في إيران، هم عايزين إنقاذ هذه البحيرة. نمرة ثلاثة، الإعلام الفارسي الناطق باللغة الفارسية بيهاجمهم كتير وبيسخر منهم وبينتقدهم، هم عايزين إيقاف هذه الحملات ضد الآذريين الإيرانيين.
زي ما قلت لحضراتكم هم ظاهرين بقوة في المظاهرات، وتبريز أصبحت مكانا للمظاهرات الليلية ونهارية لم تنقطع طيلة أيام سابقة. ماذا قال الأديب العالمي باولو كويلو عن مظاهرات إيران؟ فجأة ظهر تصريح الأديب العالمي ساحر الصحراء صاحب الكيميائي أو الخيميائي باولو كويلو. باولو كويلو الكاتب البرازيلي الشهير واحد أشهر الأدباء في العالم دخل على الخط وهاجم المتظاهرين، وقف مع النظام الإيراني وهاجم ابن الشاه لما هو طلب أن أمريكا تدعم عودة اتصالات إلى إيران علشان خاطر يقدروا يتظاهروا ويستمروا من أجل إسقاط النظام. باولو كويلو قال لابن الشاه اسكت تماما، ما نسمعش صوتك نهائيا، الجهاز بتاع والدك اللي هو جهاز المخابرات السفاك مش هيرجع تاني، اللي هو جهاز مخابرات الشاه، واذا انت عايز CIA تنفذ انقلاب زي اللي عملته قبل كده ضد مصدق في الخمسينات مش هيحصل مرة تانية، الشعب هيوقف ضد المخابرات الامريكية. هنا باولو كويلو بيشير لحاجتين، الحاجة الاولى مخابرات الشاه سفاك اللي قيل انها كانت قوية جدا في مواجهة خصومها، انما برضه في جزء من هذا الكلام قالوا الخميني وانصاره فيما بعد، صعب التحقق علميا من كل ما يقال حول السفاك، الا ان اغلب الكتابات تدين هذا الجهاز باعتباره من اسوأ اجهزة المخابرات في العالم. بيشير ايضا الى ما حدث سنة 53، حكومة مصدق، شارع مصدق في الدقي على اسمه اللي هو محمد مصدق، كان هو رئيس الحكومة الإيرانية، والCIA نفذت انقلاب ضده لأن كان عنده انتماءات وطنية وكان عنده مزاج يساري ولجأ إلى تأميم النفط في إيران. هنا باولو كويلو بيقول لا السفاك هيرجع ولا انقلاب ضد مصدق هيرجع، وإن النظام هيستمر وإنه على ابن الشاه أن يصمت. لكن هنا باولو كويلو ما أدركش إن فيه سفاك جديد، أو إنه ما يجري في إيران لا يقل عما كان يجري في أيام الشاه، ما يجري في ظل النظام الحالي ربما لا يقل عما كان يجري في ظل النظام السابق، وفي رأي بعض المحللين أكثر. ومن ثم من الممكن أن يتم النظر إلى تصريحات باولو كويلو أنها غير عادلة وغير منصفة، وأنه لم يضع في الاعتبار كل حقائق الوضع في إيران. السؤال قبل الأخير، أين الأخلاق في السياسة؟ هنا كمان درس من مليون درس في موضوع الأخلاق والسياسة، إن السياسة الدولية صعب تجد فيها أخلاق، السياسة الدولية مصالح فقط. يعني هنا الإيرانيين في ثورة 25 يناير هنا من أول يوم قالوا الثوار الثورة، عندهم بيقولوا الفتنة، يبقى هنا ثورة عندهم فتنة. بعد كده قالوا على 25 يناير ثورة وعلى 30 يونيو انقلاب، ودول الثوار ودول انقلابيين، واللي بيحصل عندهم فتنة. فكل دولة وكل إعلام بيمشي طبقا لمصالحه، يعني هم دلوقتي بيواجهوا انتفاضة حقيقية، خروج آلاف الناس في 90 مدينة وبلدة، بيطالبوا بإسقاط المرشد والدولة القائمة، بيعتبر كل ده فتنة. إنما لو خرج آخرين في سياق آخر لا يرضي إيران يعتبروا ان ديت اذا خرجوا من اجل نسق فكري يناسب ايران ايدوه، واذا كان ضد ايران عارضوا هذا النسق الفكري. الجزيرة برضو تصف المتظاهرين في بعض الدول اذا ده ناسب وجهة نظر قطر بانهم ثوار، انما غير ذلك مخربين كما وصفت البعض في ايران. برضو في اعلام مضاد تكلم عن هروب خامنئي هو ما هربش، عن انشقاق في الجيش الإيراني وده لم يحدث، عن كذا وكذا. الإعلام أصبح سياسة، والإعلام بقى جزء كبير جدا من المعركة إن لم يكن الجزء الأكبر من المعركة. كيف تصف الحلفاء، كيف تصف الخصوم، كيف تصف الأحداث، ده جزء مهم جدا من توصيف الإعلام ومن ثم توصيف السياسة لما يجري من أحداث. النقطة التالية في الأخلاق والسياسة، مجلس الأمن زي ما قلنا اجتمع من أجل مظاهرات في إيران،
هل بقى كل ما تحصل مظاهرات في بلد مش على مزاج السياسة الأمريكية هيجتمع مجلس الأمن؟ ولو المظاهرات في بلد وثيقة الصلة وقتها بأمريكا مجلس الأمن مش هيجتمع، ده تأسيس لوضع صعب جدا هيخلي أمريكا أكثر تحكما فيما يجري في العالم إذا لجأت إلى مجلس الأمن كلما وقعت مظاهرات في أي دولة. والنقطة التالية إن أوروبا زي ما شفنا مع مصالحها تماما، أوروبا مع إيران مع بقاء النظام الإيراني، استثمارات نفطية ضخمة ومحتاجين إيران لما يسمى بوقف المد السني المتطرف، لما يكونوا حاجز ضد وصول السنة المتطرفين إلى أوروبا. طبعا دي الأفكار السائدة لدى النظم الأوروبية، وبناء عليه اللي هو التفاهم الإيراني الأوروبي اقتصاديا ودينيا ومصلحيا هم أيدوا الاتفاق النووي. عشان كده شفنا أن أوروبا في موضوع إيران دلوقتي واقفة مع إيران، مع أنها قبل كده وقت الشاه وقفت ضد الشاه. هو الموضوع بقى مش أن الشاه مدني أو الخميني هيعمل دولة دينية متطرفة أو أنه كذا أو كذا، هي المصلحة. المصلحة وقتها كانت مع النظام، والمصلحة الآن مع النظام، النظام الجديد، لكن وقتها كانت ضد نظام الشاه. في كل الأحوال خلاصة هذا القول، الأخلاق والسياسة إنها المصلحة تدور معها الأخلاق كلما دارت في أي مكان. ماذا قال الخميني وقال الآخرون بدايات الثورة الفكرية؟ الخميني لما تولى زمام الأمور في إيران مدعوما من أوروبا وأمريكا عكس ما يعتقد الكثيرون، فالخميني وقتها تكلم كلام بان ان هو كلام نموذجي، ان هو بيدعو الناس ان هم يحكموا بنفسهم، مش هيقتلوا حد، مش هياخدوا سلطه من حد. اللي خرجوا في الميادين والشوارع المتظاهرين دول هم اللي هيكونوا موجودين. لكن في الواقع بعد كده شفنا اهوال شديده نتيجه النظام الايراني الحاكم في طهران، او نظام الامام الخميني ثم علي خامنئي. الرئيس انور السادات قال إن الخميني حول الثراء إلى فقر، ودولة غنية أصبحت دولة فقيرة، ودولة آمنة مستقرة في منطقة آمنة مستقرة حولها كلها إلى منطقة فيها أحداث صعبة جدا أثرت على استقرار المنطقة. الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين اتكلم هو أيضا وقال إن الخميني مش رجل دين كما يعتقد البعض، بالإضافة أنه وصفه بالدجال وانتقادات أخرى، إنما قال إن الخميني رجل سياسة يبحث عن مصلحة، وإن لا يمكن النظام الإيراني يتصالح مع العراق إلا إذا انكسر النظام الإيراني من ناحية القوة، بعد كده يقدر يتفاوض مع النظام العراقي. الملك الحسن الثاني عاهل المغرب الراحل، الحسن الثاني قال إن الخميني أفكاره فيها انحراف عن صحيح الإسلام. إذن دي 10 أسئلة تحاول أن تجيب عن المشهد في إيران. مرة أخرى موجز ما سبق في مظاهرات في إيران، البعض قال ثورة 28 ديسمبر وفي جمعة غضب تالية، لكن النظام كان أقوى من هذه التوقعات. أوروبا، أمريكا، روسيا، الكل يتحدث من موقعه طبقا لمصالحه. ما جرى ربما لم ينجح كإطار سياسي أو اقتصادي، أو أنها ثورة سياسية أو اقتصادية، لكن من المؤكد أنها جزء مهم في تاريخ الثورة الفكرية في إيران. لا أحد يتمنى سيئا للشعب الإيراني، لكن كل ما يطلبه المصريون والعرب والمسلمون أن يكون في حالة من السلام في العالم الإسلامي، لكن إيران تدفع العالم الإسلامي إلى حرب أهلية مذهبية وإلى عدم الاستقرار في المنطقة والعالم. في شرح وتوضيح ما ذهبنا إليه من تحليل هنشوف بعض مقاطع بتوضح ده. مقطع فيديو للخميني بعد شهور من نجاح الثورة الإيرانية المدعومة غربيا، هو بيتكلم بأفكار نموذجية جدا لم يتم تطبيقها فيما بعد. الزعيم الخالد محمد أنور السادات لطالما انتقد الخميني والثورة الإيرانية، وهذا جانب من نقد الرئيس السادات. عيد الميلاد المجيد لسيد المسيح، كل عام والمسيحيين المصريين وكل مصر بكل الخير. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.